السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اكيد نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان تكون صحتكم كاملين بصحه جيده ان شاء الله، وتكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله باذن الله كما غادي تشوفوا اليوم جمعه مباركه بجميع المتمنيات ان شاء الله بالجميع الامه الاسلاميه. كما تشوفوا معايا جا وليداتي دابا من المدرسه كيقراو غير نص النهار ديال الصباح، حطوهم 12 وان شاء الله اليوم غادي نهبطوا نتغدى عند ماما. اليوم كسيتو قصريه ديال ماما، غنمشي ان شاء الله اليوم نتغدى عندها ونشارك معكم هذا النير هذا كيفاش غادي يكون، كيفاش غادي يدوز بجميع كل شيء ديالو ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي كاين لاول مره كتشوف القناه، ما تنساش انها دير لي واحد اللايك الله يجازيها بالخير والاشتراك وتفعل الجرس باش دائما يوصل الجديد ديالي. وخليكم احبابي معايا حتى نوصل ان شاء الله للدار. هنا عند ماما انتم هالكسيكسو الروايح يا ماما الروايح. مر كسيكسو ديالنا دابا ماما مسكينه بقات كتسنانا حتى وصلنا، عاد سكينا ان شاء الله دابا نتغداو انتم. ها هي قصريتنا. يلا سي حسن بسم الله. بصحه وراحه. وهنايا احبابي كما غتشوفوا معنا بعد ما تغدينا واحد القصريه ما شاء الله جات. يا سلام، ما كاينش ما احسن من القصريه هكا ديال الجماعه كتكوني مجموعه عليها، كتجي الصراحه زوينه. هنا كما غتشوفوا معايا انا تبديت كنجمع نفت هكا الحيفات على حساب راكم عارفين كسكسو ضروري كتكون النهار ديال كسكسو كتكون الروينه. هنايا انا كنفض هكا شويه باش غندوز واحد الشطيطيبه هكا ونجمع، لان ماما وخواتاتي هنايا مشاو للحمام. علاش؟ لان بغاو هكا يمشيو يغسلوا وانايا جيت باش هكا تغسل لي ماما الصهيب، لانني ما يمكنليش انني انا نديه للحمام هكا في قنيطره، ما كاينش اللي غادي يجيبو ليا، ضروري خاصني هكا اللي يساعدني اللي يعاونني. اللهم جيت انا وجبت هكا حويجاتو باش ماما هكا تمشي هي تغسل وانايا نديه ليها هكا الحمام تساعدو انا وياها هكا عليه. صافي قلت لها صافي ماما هنايا، راه ماما مشات هنايا الحمام، جمعت انايا الكوزينه شطبتها هنايا، دزت كنغسل المعنات باش غادي نغسلهم هكا ونديرهم في الشبيكه ونمسح المعن كل حاجه رجع بلاصتها. صافي وغادي نيطواي ان شاء الله البوطه وغادي نضرب واحد الشفيفه باش تبقى الكوزينه هكا نقيه، وديك الساعه ان شاء الله عاد غادي نديها للحمام. دابا كما كتشوفوا معايا احبابي غسلت البوطه خرجت الصراحه نقيه، هذه ديال الزاج ما كيكونش فيها هكا المشكل في الحكان، وهذه غير بالحليفه رطيطبه وهكا كتمسحيها وكتولي بريون. ومن بعد عاد كندير ليها اجاكس اولا الخل اللي كيتباع في بيل ديال التنظيف، غادي نشاركو معكم ان شاء الله باذن الله. غزال 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 بالنسبه للتنظيف هكا الكوزينه خطير. هنا كما شفتوا صافي غسلت هنايا المعنات، خليت هنايا كما شفتوا قصريه، وهنايا المعنات خليتهم كيتسقطروا، وعاد ان شاء الله غادي نمسحهم باش غادي نرد كل حاجه بلاصتها. صافي دابا ان شاء الله غادي ندي صهيب دابا للحمام، غنمشي ندي عند الحلاق وغادي ندي الحمام كما قلت لكم، وهانتوما مازالين معايا.
وهنا يا سي صهيب جبنا الحمام بعد ما اديته للحلاق. الصراحة مت بالضحك، اول مرة صهيب غادي ندير الحلاق، اديته حسنت له رويس هكا، حيد نقصنا له ديك الشعر الخفيف هكا وصافي. هنا يا راه خارج غسلنا له، غسلت له ماما هكا مزيان، وهنا راه غادي هو ماما هكا غادي يركب. قلت والله تنسجل معكم هاد اللقطة. تكون معايا البين بعد ما جيت من الحمام، جبت صهيب ناعس الصراحة ارتاح، وهي هذيك حطيته في الدار، وماما هنايا كاين حداها بيم هنايا حدا الدار، وقلت لي يوم الجمعة نجيبكم معايا شوفوا شنو الهميزات اللي كاينين اليوم. اش الهميزات اللي كاينين اليوم؟ شو هاد، شوفوا البنات هاد الستايل هذا واعر، هذا كيتجمع فوق. حسن صوبو صوبو حسن، شوفوا كيفاش هذا ما كيشد لا لي سباس لا غير زباون. هذا كاينين هاد البريسلات، هادو هما كاينين هكا بالزيف ديالهم. شوفوا هادي ديال كيكا واعرة، هادي ديال كيكا زوينة زوينة. هادي شو حسن، هادي ديال كيكا زوينة. هادي تحسني ديالها خشب و صراحة زوينة. هادي كانوا دارها يمكن السيمانة اللي فاتت بقى منا. شحال هادي اللي فاتت؟ يمكن 89 89. هادو هنايا كويسات، عاد شنو اليوم اللي كانوا دايرين؟ دارو هاد الصوينيات هادو زوينين. شوفو هاد الصوينيات هادو اليوم دايرينهم بروموسيون، زوينين. كاينة هاكا كاينة هاكا. حلي حسن، نجيت أنا حسن نضرب دويرة نشوفو الجديد. شوفو هادي هاكا كيجي هاكا زوينة، وفيها بحال رجيلات من التحت زوينة. هادي شكلات مختلفين. هادي تهدي دارو عقلتي لهادي حسن اللي كنا كنا عندو داك. شوفو هادي، هادي صغيرة الأخرى كبيرة ياك. شوفو هادي تاهي كتجي هاكا فوق الطبيبلا تحط عليها هاكا شي حاجة ولا هادي زوينة. هادي ديري لها 99 درهم. هادي خصنا نشوفو الورقة ديال البروموسيون. أسرع نبيعتها لك حسن، قول عطيني الورقة ديال البروموسيون اليوم. لا ماشي هادي، هادي غادي يديرهم. شوفوا هادو، هادو هكا ديال الحلوى، هادي ديال الحلوى ولي فرشات تا هادي زوينة. شتي هاد لي كادر، هادو هاد لي كادر كانوا دايرينهم اليوم 39 درهم. هادو لي كادر هكا ديال التصاور 39 درهم. عجبوك هادوك حسن؟ زوينين. شوفوا حسن هنايا شنو اللي عجبو. عجبو هاد الكويسات هكا العصير كيجيو زوينين. ما هاد الكحولية كيجي فيها العصير يجي زوين. شوفوا هاد الكادر هذا اللي قلت لكم دايرينه هنا هكا في الكري وفي بونس، دايرين هنايا الماكينة ديال يمكن ديال الماعن. لا هنا دايرين الفران، هذا الفران دايرين بروموسيون تا هما كاينين. باقي هادي ديال هكا هادي الكريسي الطوموبيل اديرها حسن يمكن شي 250 هكاك. شي 250. هادي كاميرا ديال الطوموبيل هكا اللي بغا يركبها هكا الطوموبيل. هنايا تيري بغا حسن، هنا دايرين هاد لي زيطاجير هكا في النوار حتى هما زوينين هكا كيجيو كيجيو زوينين هكا. دايرينهم في النوار ودايرينهم في هاد اللون ديال الخشب هكا. المهم هذا هو يمكن هادو اللي داروا اليوم ديال البروم. هنايا دايرين هادو هاد المرايات هادو هكا كيجيو زوينين. هاد المرايات هادو بحال هكا، هادي حتى هي شوف هادي ديال العطرية، هادي اللي كطحنو بها العطرية حتى هي كاينة. هنايا هاد بيم هذا مازال كتبقى فيه هكا، كيبقاو فيه هكا لي زارتيكل هكا. هادي سخان تيرموس، هادي قطرة ديال القهوة عندي. شو هادي شو هادي طول هاد ديال الطوموبيل، هادي تادي هذا بريق القهوة تا هو. كاين لاشين مازال،
وهادو هادو ديال هادو اللي كيتحطوا بحال هكا لي باتر. اه لي باتر شي حاجه هكا ولا هادو تما كيتحطوا في الكوزينه زوينين دايرين هكا جوج تما مزيانين هما الكيسان حسن اللي يعجبوك هما الكيسان اللي يعجبو حسن كاين صراحة شاد المجيرات هادو زوينين هاد المجيرات هكا اه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة شوف هاد المجيرات هادو كي دايرين مزيونين فيهم خمسة هكا كيتحطو مزيونين اه والله الا مزيونين هادو دي هادو دايرين 7000 ريال هاد المجورة دايرين 7000 ريال مزيونين هنا مزالين تبارك الله مزال كلشي كاين وهنايا دايرين حتى الزربيات هكا بروموسيون شوف الزربيات اللي كاينين زوينين كاليتي ديالهم زوينة حسن حسن عرفتي كاليتي ديال هاد الزربية والله الا زوينة كاليتي ديالها واعة يمكن 600 613000 ريال 649 درهم وليني كاليتي ديالها زوينه فيها متر وستين على جوج متر وثلاثين كاليتي ديالها واعره شو هاد البنين هذا زوين معايا مزيونين كاين هاد اللون وهاد اللون هذا الكري وهنايا رجعت للدار بعد ما رجعت من بيم بغيت هنايا نشارك معكم واحد الكيكه كتجي رائعه وكتجي زوينه وكتجي هشيشه 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 بزاف وكتجي ما شاء الله كتجي طالعه وعاليه هنايا غادي نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله كيك ديال المول عادي اللي متوفر عندك هنايا هاد الكيكه هذه كتجي فيها واحد المكون اللي زوين وفي نفس الوقت انه صحي هنا كما غتشوفوا عندي 4 ديال البيضات عندي فانيا هنايا عفوا حطيت غير خماره واحده غندير فيها 3 ديال الخمارات وهنايا كاس ديال الزيت كاس ديال سنيده قبيصه ديال الملحه وغادي نديرها انا هنايا غادي نزيد فيها الزبيب لانه صحي وكيجي زوين هكا في لوكيك كيجي رائع والمكون اللي هضرت لكم عليه هو اللبن هنا غتشوفوا معايا كاس ديال اللبن هو اللي غادي ندير في عوض هكا ياغورت اولا الحليب غادي ندير كاس ديال اللبن كيجي فيها رائع 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 بزاف وكتجي بنينه وكتجي غزاله وكتجي هشيشه هشيشه وكتجي طالعه كتجي رائعه بزاف صراحه كما كنقولوا دوازها فيها ملي كتاكليها كتحسي بديك المذاق ديالها وديك المذاق ديال اللبن كيجي فيها رائع بزاف قلت هنا غادي نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله هكا الدراري هكا الكوتي بغيت نديرها لهم ورجعت لقيت السيسو هاي باقي ناعس قلت انا ندير هاد الكيكه هادي نشاركها معكم ان شاء الله صافي هنايا درت البيض هو الاول انني طربته مزيان البيض الصراحه كون ما طرب هكا يعني بالطراب اليدوي فهو كيطلع يعني كيطلع حتى في كيكه كيطلع مزيان زدت هنا كاس ديال الزيت كاس ديال سنينه وغادي ندير هكا قبيصه ديال الملحه غادي ملي غنطرب هكا مزيان هادو غادي ندير ديك الساعه غادي نضيف عليهم هكا كاس ديال اللبن وغادي نضيف عليهم الخماره ونضيف عليهم الفاني وحتى نخلطها مزيان عاد غادي نضيف عليها الطحين شويه بشويه حتى بالنسبه للخليط ديال الطحين ما خصوش يكون ثقيل ما خصوش يكون خفيف يعني خاصو يكون تحسي به بانه ما ثقيل ما خفيف باش كتجي كيكه كتجي رائعه وكتجي زوينه كما قلت لكم صافي وغادي نضيف لها هذيك الساعه بعد ما غنخلطها هكا بالطحين غادي نضيف لها شويه ديال الزبيب اللي شاركت معكم يعني اي فواكه جافه انا كيديريها هكا فهي صحيه بالنسبه هكا للكيك صافي وغادي نديرها ان شاء الله في الفران شوفوا ماما شنو لقيتها هنا دايره لقيتها عجنه الخبيز ديال الشعير شوف هذا ماما الشعير بوحدو انتم شوفوا باش يتجمع شو الشعير الشعير هو اللي كيعطيك حليه هكا شوفوا هنايا كما قلت لكم لقيتها ماما مصوبه والصراحه جا بنين وجا لذيذ قلت لها ماما قولي لنا الطريقه قالت لي لا تنديرها لهم في لا فيديو ندير للمشاهدين المتتبعين نديرها لهم ان شاء الله في لا فيديو هانتوما شوفوا كيفاش داير رائع والله الا الصراحه بنين وصيحي هكا الوليدات الله يعطيك الصحه ميمتي زغزل ديال الشعير والله الا ماما مسكينه كيصحاب لها الصباح غادي نجي نفطر معاها ساعه انايا كانوا وليداتي قارين حتى خرجوا مع 12 عاد جينا هيا كما كتشوفوا ها هي الكيكه ديالي وجدات خرجت هكا من الفران درت لها هكا عسيله دهنتها بالعسيله ودرت لها شويه الكوك وهنايا زوقتها بواحد شويه ديال الشكلاط اللهم اديمها نعمه ولا تحرمها من الزوال هنايا غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش هكا كتجي من الداخل كتجي زوينه وكتجي رائعه باللبن خصوصا باللبن يعني واحد مكون سحري اللي زوين هكا بالنسبه للكيكه
هانتوما شوفوا كيكه هنايا قطعت لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي الصراحه مهبره وكتجي زوينه، كتجي يا سلام لا في المذاق ديالها ولا حتى يعني الشكل ديالها. نتمنى لا فيديو ديال اليوم احبابي يكون عجبكم ويكون عجبكم الروتين اليوم درته في دارنا. شكرا لكم على المشاهده، وما تنساوليش احبابي دائما دائما في لي لايك. شكرا لكم جزيل الشكر، ونخليكم ان شاء الله مع فيديو جاي غدا ان شاء الله. السلام عليكم.